كامبوس أفريك. في كامبوس أفريك باش نمشيو لمصر باش نحكيو على اتفاقية تم توقيعها نهار الخميس 14 ديسمبر بين شكون؟ بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري رضا حجازي وبين السفير الإيطالي في مصر ميشيل كوروني. تتضمن الاتفاقية هذه نقطة العديد من النقاط عفوا، ولكن أهم نقطة منها أنه اعتبارا من سنة 2024 سيتم تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الحكومية في مصر كمادة اختيارية إلى جانب الفرنسية الروسية الصينية والإيطالية، بمعنى أنه اليوم في المدارس الحكومية في مصر كيما في تونس وعندهم هما كذلك بوغ لا فورماسيون بروفيسيونيل عندهم الحق يختاروا اوبسيون، كانوا ينجموا يختاروا بين الفرونسي والروس والشينوا، توا تزيد الايطاليان زاد للقائمة اللغات هذيا. الاتفاقية هذيا ما تشملش فقط ادراج المادة هذيا كمادة اختيارية، ولكن تطوير التدريب نتاع المعلمين معلمي اللغة الإيطالية المصاروة كذلك في المركز الثقافي الإيطالي، فتح إمكانيات للتعليم عن بعد للغة الإيطالية، وخلينا نقوله تطوير كذلك التظاهرات الثقافية الإيطالية في مصر. سؤالي هوني بالحق بسيط جدا، اليوم اللغة الإيطالية هي برشا ناس يقول لك ماهيش لغة بزنس، ماهيش لغة تنجم تربحني فلوس، إيطاليا ماهيش مستقبل عدد كبير من المهاجرين المصريين، وصلت للساتوراسيون دايوغ إيطاليا. علاش اليوم مصر تضيفها في القائمة نتاع المواد الاختيارية؟ هو نسألوا روحنا شكون مشى الآخر؟ هل هم تلين مشاو لمصر دقوا الباب وقالوا بالله حاجنا انه ما المساري يتعلموا اللغه هذه راه في مصلحتنا، ولا المساري كانوا قاعدين قالوا والله تيا فما هذه لغه هربت علينا حتى تو ما نركزناش عليها، يلزمنا تو جماعتنا الكل يتكلموها والسوء لازم تروح. انا اعتقادي انه هذه كل دبلوماسيه اقتصاديه اللي قاعد تعمل فيها ايطاليا مع ميلوني، العوامل الاخرانيه هذه من اللي شدت ميلوني بلاستها، تحب البحر الامن المتوسط يكون عندها علاقات ممتازه مع الناس الكل. اللغه ما هي الا سان فيكول كولتوريل تبع اللي قاعد يصير في كامل العلاقات ما بين زوج بلدان. اللغه الايطاليه في ميزتها اللي مش صعيبه. صحيح. اللغه سهله جدا. احنا انا من جينيراسيون اللي تربينا على اللغه الايطاليه بعد اللغه الفرنسويه من غير ما مشينا المكتب. صحيح. يكفي اللي احنا ما كانش فما بارابولات، كان كلنا في الدار عندنا راي اونو راي دوي راي تري وقصعة وكسكاس، ما تخلطش على كسكاس. لا نخلط على القصعة. كسكاس باش تحسن الجماعة القدوم اللي يتبسموا كيسموا فيا، باش تحسن الكاليتي نتاع التصويرة كي تخرج ولا هكا، وهكا يتخيل لهم مش سهل هكا. إذا يخلي معناها بالحق كل الناس اللي توها في الخمسين وأنت ماشي بأكثر من الخمسين كلهم ترباوا على ريون وريدوي، ترباوا على دومينيكاين ورافائيل كار وبيبو باودو، هذوما الحاجات اللي احنا تعودنا بهم احنا صغارنا على حد نتفرجوا فيهم في التلفزيون، ما كانش فما جات من بعد فرانس 2 و ا 2 ا 2 كان دو لو تون هذه الكل، هذه كل تسبيق. شنو نقول اليوم باش تعمل بزنس يلزمك انا نعمل لك دو شارم باش تنجم تجي تتعامل معايا. اليوم معناها ما تنجمش تقول لي رجال الاعمال التلين ماهمش رجال الاعمال محنكين واذكياء جدا. ما قلناش هذا. بالعكس يعني تشوف انت العلاقات التجاريه ما بين تونس وايطاليا ممتازه جدا، والتلين الموجودين في تونس في الحمامات بارتيكوليرمون اعتقادي فما اكثر من 30 ألف ايطالي موجود في تونس اكثر من 60 سنه في الحمامات. الا في الحمامات علاش؟ خاطر حمامات برونو كراكسي دون لوتون وقتها كان هو رئيس حكومه خلق قانون انه سهل على انه الايطاليين لما يكونوا في تونس اكثر من 6 اشهر الاقامه نتاعهم في تونس ما عادش يدفعوا اداء في ايطاليا. معناها واليوم معفين من الاداءات. وذاك يخلي معناها برونو كراكسي حتى لتوا كل عام في الحمامات في يوم وفاة نتاعو احتفال بال معناها كل عام يتلموا التلان كل يجيو من كل بلاصه البارتي كومونيست ايطاليا نهار كبير. انا معناها هذا العباد ما تعرفش مي فوفوار نهار الكوميميراسيون نتاع كراكسي نهار اللي مات حاجه كبيره والتلان موجودين. هذه هو علاقتنا كبيره احنا من ولدنا مع التلان. اي ومصر شنو علاقتها مع ايطاليا؟ مصر اللي بحر الابيض المتوسط مرش كبير سوق كبير، فانت باش تشري من عندي لازم تتكلم لغتي نسهل عليك باش تتكلم لغتي باش نعمل معك ولا انا هنا قاعده نرجع معناتها اللي قاعد تحكي فيه انت توا كل يرجعني شويه للحرب العالميه الثانيه، اما مش بالهارد باور خلينا نقوله ولكن بالسوفت باور. نعرفوا انه في الفتره هذيك العديد من القوات الايطاليه كانت حاربت في ليبيا في بالتحديد، وكانت حاربت كذلك في شو اسمها في مصر، كان فما تاثر ثقافي بالبطلين في مصر جزءا ما، فما مثلا في مرسى مطروح
المناطق القريبه من الشرق الليبي متاثره برشا بالحضاره الايطاليه، كسوا في المعمار في الماكله، فما حتى العديد من المصارف في المنطقه هذيك يتقنوا اللغه الايطاليه. ولكن ايطاليا فشلت بعد الدخول الفاشي معناتها المصر موسوليني، موسوليني عفوا، فشلت رجعت. وكان ونفكروا معناتها لا غراند باتاي نتاع العالمين اللي تمس الاهميه نتاع كان قناه السويس والحاجات هذيك الكل. فاليوم اذا كان نفهم انا من كلامك اليوم دوك ميلوني قاعده تحاول انها تتموقع انها تحسن العلاقات كما قلت انت مع كافه بلدان الحوض، حوض البحر الابيض المتوسط، وكذلك فما عين هكا ماشي شويه على قناه السويس بيان ايفيدامون، موش كيما العين الامريكيه او العين الروسيه لا، ولكن دون لو سوفت خلينا ان نقول. هو ذكرك اللي شو اسمه تاريخ الحرير يمر تدخل بمصر وايطاليا من على الطريق هذايا. فاللي قاعد يصير هذيك تعرف حكيت كيما هكا ماهوش نتاع عام وعامين راهو. هذه تموقع متاع 10 20 30 سنه. في كان اليوم توا مصر قاعده تقوي في التعليم الروسي وتعلم تقوي في التعليم الصيني، ورجعوا للفرنسي لما نتفاهم علاش رجعوا للفرنسي، ممكن خاطر سيت اون لونغ معناها سامباتيك ويتكلموا فيها برشا عباد. لكن صعيب شويه سامباتيك جوست سامباتيك ما نتصورش خاطر بس سيت اون لونغ سامباتيك لي مزيانه سي معناتها لا لونغ دامور نقولوا نحن. معناها الحق راك انت تتكلم لغه فرنسويه وتسافر وعبيد من برشا بلدان تري ابريسي اللي يتكلم عندك سيت اكسون باللغه الانجليزيه وفهم شويه فرنسيس اللي هو احنا نروح هانديكاب. لا بالعكس البيان انجلو ساكسونيه راهو حاجه حلوه مزيانه سي سامباتيك سيت اسبي. لكن فرنسا ماهيش بويسونس دو لوا ما عادش كي قبل بطبيعه الحال. اليوم لا بويسونس مونتون اللي هما خاصه الصين. فهم جدا انه العباد تتعلم اللغه الصينيه والله فكره ممتازه. لكن حتى احنا في المعاهد نتاعنا وفي الجامعات نتاعنا شجعوا الناس تتعلم الصينيه. احنا عندنا بعض المعاهد في بالي الليسي بيلوت في بالي عندهم لوبسيون نتاع الشينوا في بيلوت. معناها فما كي تدخل باك تنجم تاخذ اوبسيون وتعديها بالضبط شينوا موجود. وفما حتى في مدارس وفي معاهد ثانويه اخرى اما مش المعاهد الثانويه كل ما تنفكر انا عملت الباك نتاعي نحن كان عندنا اسبانيول المان و اسبانيول المان وايطاليان. وكان فما معهد اخر في تونس معهد عمومي بالطبيعه كان عندهم لوبسيون نتاع الشينوا جوست خاطر نحن ما كانش عندنا بروف نتاع شينوا كان جوست لي بروف هذوما اللي فما يوفرهم لنا. مي قانونيا موجوده اللغه الصينيه نجموا ناخذوها اختيارين اذا كان انت عندك زهر وفي المعهد نتاعك فما اللغه الصينيه. مش لغه سهله. انا واحد من الناس معناها جافو اللي حاولت وفشلت عملت كراش كورس 20 كور اكسيليري في الليل زيد سي نورمال سي صعيبه برشا معناتها فيها ميموار فيزيوال كبيره برشا. مش كان ميموار فيزيوال الكومبليكاسيون نتاعها في الانتوناسيون نتاعها في نفس الكلمه. الواحد كي تنطقها سولون كيفاش تنطقها عندها معنى توتالمون ديفيرون. فهمت؟ ابداوا اقراوا شويه الصيني تفهم الحكايه شنو هو. واضح. نحن باش نكملوا معاكم في افريكا اكسبريس بفقرتنا الاخيره في افريكان ومن اليوم باش نحكيوا معاكم بعد شويه على السنغال وين فما برنامج منح يخص تدريب الصحفيات باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل. التدريب هذايا اي دبليو جي بي الاهميه نتاعو هي تقليص الفجوه اللي موجوده بين الصحفيين من الجنسين، حضور ذكوري اكثر للصحفيين في القاره الافريقيه. نحبوا اليوم نسدوا الفجوه هذيك ويكون فما حضور للفتيات والسيدات اكثر. التدريب هذايا مدعوم ببرنامج من برنامج زماله موضوعات تقارير الاستقصائيه، نحكيو عليه باكثر تفاصيل تو دو سويت.